أنيسة بقى كانت بطلة، ويمكن بطولتها هي وثقتها في بدون سابق إنذار، هذه الرواية أو الكتاب اللي حكى حكاية بدون سابق إنذار. يعني أنا فاكرة كنت ماشية في السكة في لندن في شارع كده، ولقيتها بتكلمني وقالت لي لميس كذا 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 كذا، أنا قعدت على الرصيف، أنا فاكرة كويس قوي، أنا قعدت على الرصيف وقلت لها طيب دكتور تامر النحاس، وابتدينا بقى الرحلة سوا. 6 سنين من المرض، 3 مرات، مرتين عمليتين، والتالت يعني في التالتة طرع المخ، ف كنا بنعمل ماسك وبنعمل يعني ما يمكن عشان نحد من انتشاره، بس ظاهر انه وصل لحته اسرع مما كنا متخيلين، وكان التدهور في الاخر سريع قوي، سريع بدرجه يعني اول ايام انا ما حدش عارف خالص. يعني الست في البدايه كان الخبر مقفول عليه، يعني لا ده ما كانتش هي تعرف لمده اكتر من 3 اسابيع، كانت مسافره بره، والتحليل اتعمل بالصدفه، وبلغت بيه بالتليفون وعدته تاني وعدته تالت، وهي كل ده ما تعرفش. اعتقد كان في الايه، في القولون ولا في الجهاز التناسلي؟ في الجهاز التناسلي وبريتوني، يعني كان منتشر انتشار مش ظريف. لما جت كذبت طبعا عليها زي ما كل الناس بتحاول تكذب، قلت لها انت ما عملتيش ده تحليل السيوله، بليز ابعدي لي تحليل فوتي على المعمل. وكذبت تاني وقلت لها قول لهم بس ده تحليل السيوله، لو كلمت المعمل قلت له اعمل اعاده تاني تحليل السيوله ده، بس اعمل جنب منه كل ماركرز بتاعت السرطان على امل ان يطلع حاجه كانت غلط. كلمني بعدها قال لي لا اعلى من اللي انت بتتكلم عنه بثلاثه. فخلاص بقى لقيت نفسي، فلجأت للدكتوره نجلاء عبد الرازق، قلت لها لو سمحتي هي المفروض انها تعمل بيت، فانت هتجيلك عشان تكشفي عليها واطلبي انت البيت، لان انا مش قادر اتكلم في موضوع اي حاجه نقول فيها حاجه لسه كانسر، هي لسه ما تعرفش انه في كانسر. ساعدتني الحقيقه، يعني كذبت معايا شويه دكتور نجلاء، يعني صديقه لغايه وانا مروح في العربيه اكلم في جربه، يعني ما تضحك عليا و و و و و ما استحملت يعني لغايه لما عملت البيت. وفي البيت دخلنا في حته روحانيه، شافت فيها حد بيقول لها انت هتبقي كويس، وراحت صاحيه من النوم، صحيت 6 قالت لها احنا خلصنا، طلعت بالامل ده، يعني الكلمه الصغيره اللي جت من غير رامي دي عدلت لها نفسيتها قدام شويه. جت بقى عند الدكتور تامر متخيله انه مين دول، ولادها بقوا موجودين، الولاد كانوا البنات كانوا معانا بس جم عند تامر من غير ما يعرفوا ان حاجه، ومن غير هي ما تعرف انهم جايين، ومن غير ما تعرف الا ان انا خدت لها الميعاد، ما عرفتش ان انا كمان جاي. يعني دخلنا طبعا كانت الصدمه الجامده، وهي كاتباها في الكتاب انها كانت عايزه حد يخش يقول يا اخوانا الافلام دي غلط، دي مش بتاعتها، دي بتاع، يعني دخلتها في السينما، وهي كانت بتحب السينما قوي وبتحب القصص والروايات، دخلتها بتخفيف على نفسها حتى في الكتاب. وبعدين هي كانت بتوصف بقى الدكتور تامر في الاخر، انا مش داخل عياده سرطان، انا داخل عياده انفلونزا. يعني انت من كتر استقبال تامر المريح فعلا لكل مش اللي يعني يعرفهم، كل يعرفهم واللي ما يعرفهمش، كل المرضى.